IDO جنبا إلى جنب مع المركز الأوروبي للديمقراطية وحقوق الإنسان ومنظمة أروى العربية لمراقبة الحقوق تود الثناء على حضرة المفوض السامي لبيانه أمام المجلس وقلقه أزاء الأزمة الإنسانية في اليمن، وتلفت انتباهكم بالانتهاكات الجسيمة الجارية بحق الإنسان والقانون الإنساني والتي تزايدت بشكل كبير منذ انعقاد الدورة 30 للمجلس. فنحن نواصل حتى المجلس على تشكيل لجنة تحقيق بالانتهاكات الخطيرة المزعومة لقوانين الحرب من قبل أي طرف. ووفقا لمنظمات غير حكومية حتى الآن فإن الغارات الجوية للتحالف السعودي قصفت وقتلت أكثر من 9000 من المدنيين وجرحت أكثر من 15000 آخرين، ثلث من بينهم نساء وأطفال، ودمرت عشرات الآلاف من المنازل السكنية إلى جانب أكثر من 200 مستشفى وعيادة وأكثر من 500 مدرسة و39 جامعة ومعاهد مهنية و27 موقع تراثي بما في ذلك مواقع اسمتها اليونسكو مواقع التراث العالمي، 190 مصنع و14 مطار و10 موانئ وأكثر من 500 جسر و615 مسجد والقائمة تطول. فلم تكن مخيمات المشردين داخليا التي استهدفتها الغارات الجوية السعودية وحدها، بل وتمادت إلى استهداف أيضا مركز طبي للأطفال الذين ولدوا قبل الأوان دون مبرر أو سبب واضح. ومع ارتكاب هذه الجرائم الشنيعة تواصل قوات التحالف بقيادة السعودية في استخدام المرتزقة الأجانب والجماعات الإرهابية بتدمير الشعب اليمني. السيد الرئيس، نحن نشارك إصرار المفوض السامي أن القانون الدولي يجب أن يطبق على جميع من ينتهكه، فإن ثلثين من القتلى والجرحى بسبب الغارات الجوية من قبل التحالف السعودي، وإن مزاعم الهجمات العشوائية والغير مشروعة الذي أسفرت عن مقتل مدنيين في اليمن يثير الأسئلة التي لا يمكن الإجابة عليها إلا من خلال إجراء تحقيق دولي محايد أو إحالة القضاء من مجلس الأمن إلى المحكمة الجنائية الدولية. وشكراً.